مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإليكم جولة جديدة في أخبار عدد من المحافظات المصرية. نبدأها لكم من محافظة الفيوم، حيث أدى طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وفي الوقت نفسه قامت قوات الشرطة بالتواجد أمام اللجان لتأمين الامتحانات من الخارج. تنضم إلينا من الفيوم الصحفية هيام عزام. هيام، كيف هو الوضع الآن فيما يخص امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانية للثانوية العامة؟ نعم، دائما كانت هناك حالة من القلق والتوتر ظهرت على الطلاب أثناء أداء امتحاناتهم في صباح اليوم، وعقب خروجهم من الامتحان أشهدوا على أن بعض الأسئلة في الحصة وردت غير مباشرة، أدى ذلك إلى عدم إجابتهم أو تأثير على إجابتهم بورقة الإجابة. أيضا اشتكى الطلاب من عدم كفاية الوقت، واكدوا على انها على واكد البعض منهم انهم شرفوا دون حل الاسئله كثير. نعم هيام، هل هي شكوى عامه فيما يخص ما ذكرتيه الان، ام هي يعني شكاوى فرديه هيام؟ لا، هذه هي شكاوى فرديه، ولكن بشكل عشوائي من بعض طلاب الثانويه العامه اثناء خروجهم من الامتحان توقف معنا عديد من الطلاب، البعض منهم اشتكى من سوء الامتحان وعدم كفايه الوقت، والبعض الاخر اكد على ان الامتحان جاء سهل وبالتالي تم حله، ولكن اغلب الطلاب اكدوا على انهم لم يكونوا بحل الورقه كامله نظرا لضيق الوقت. وايضا كما ذكرنا ان بعض اسئله في القصه جاءت بشكل مباشر ادت الى تاثير على اجابه الطلاب. هيام، ماذا عن الوضع الامني امام لجان الامتحانات؟ هناك تواجد امني بكثافه امام الامتحانات امام جميع المدارس. ايضا هناك بعض عدد من افراد الشرطه المتواجدين منذ الساعات الاولى من صباح اليوم، ولم ينصرفوا حتى انصراف الطلاب من المدارس بعد عقب الخروج من امتحانات المدارس. لكن لم تحدث اي امور فيما يخص الوضع الامني تقلل من الوضع الامني او من حساسيه الوضع الامني هيام هناك؟ بالتالي هناك حاله من الهدوء تسود الحاله الامنيه، خاصه ان اللواء صلاح العزيز مدير امن الفيوم له جوله يوميه على معظم اللجان، خاصه في المراكز، وايضا بوليس الفيوم يرافقه المهندس احمد علي احمد محافظ الفيوم في جولته للطمان على الحاله الامنيه من خارج اللجان وايضا داخلها. شكرا جزيلا الصحفيه هيام عزام، كنت معنا عبر الهاتف من محافظة الفيوم. ننتقل بكم مشاهدينا إلى محافظة الإسماعيلية، حيث قال مسؤول بهيئة قناة السويس إن إدارة القناة فرضت غرامة مالية قيمتها 5000 دولار على سفينة بضائع بسبب إلقائها مخلفات أثناء عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر. على جانب آخر، اعتمد محافظ الإسماعيلية خطة تشغيل واستثمار الطاقات الشبابية للطلاب من أبناء المحافظة خلال الإجازة الصيفية لهذا العام. ينضم إلينا من الإسماعيلية الصحفي يسري محمد. يسري، ما هي نوعية المخلفات التي تم إلقاؤها في المتجر الملاحي من قبل إحدى السفن؟ نعم أحمد، هذه المخلفات عبارة عن كيسين بلاستيكين قامت بإلقاؤهما السفينة أثناء مرورها بالمجرى الملاحي، وهي عبارة عن بعض المخلفات التي يتم استخدامها داخل السفينة. بالفعل يعني فوق مراقبة أو فوق تأمين قناة السويس بالقطاع الشمالي عند بورسعيد هو الذي أبلغ إدارة قناة السويس بأنه شاهد السفينة وهي تقوم بإلقاء هذه المخلفات داخل المجرى الملاحي، وبالتالي حسب لائحة المرور بقناة السويس فإن إلقاء أي مخلفات داخل المجرى الملاحي حتى لو كانت مخلفات بسيطة فإن ذلك يستوجب فرض عقوبة مالية على السفينة حتى لا تعاود تكرار مثل هذا الخطأ مرة أخرى. وبالفعل هذا ما حدث، وتم فرض غرامة تصل إلى نحو 5000 دولار، وتم إبلاغ يعني التوكيل الملاحي الخاص بالسفينة بهذه الغرامة مع التأكيد عليه وتحذيره بضرورة عدم تكرارها مرة أخرى. يسري تفضل يسري أكمل. أود أن أشير إلى امتحان الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية اليوم، وهو امتحان اللغة الإنجليزية، حيث أكد عدد من الطلاب خاصة طلاب المدارس الحكومية بأن الامتحان جاء في معظمه صعب وغامض وغير متوقع،
واكدوا بان يعني كانت هناك عده اسئله خاصه في السؤال الاول والفقره رقم 1 وايضا في السؤال الثاني الفقره رقم 2 وفي السؤال الثالث في الاختيارات جاءت الفقره رقم 8 وايضا في السؤال الرابع كانت هناك الفقرات 1 و2 و4 وفي السؤال الخامس وهو الخاص بالقطعه كانت هناك الفقره يعني يسري هل هي كانت شكاوى عامه يسري من عدد كبير من الطلاب ام شكاوى فرديه يعني؟ نعم أحمد هذه الشكاوى بالفعل كانت شكاوى عامة خاصة بين طلاب المدارس الحكومية لكن على العكس تماما كان الوضع مختلف من عند طلاب المدارس الخاصة والذين بالطبع يدرسون اللغات الأجنبية منذ وقت مبكر أكدوا بأن الامتحان لم تكن به أي غموض أو صعوبة وأنهم حتى تمكنوا من إنهاء هذا الامتحان قبل نحو 30 دقيقة من نهاية الوقت المحدد له. كانت هناك أيضا شكوى او عمليات بعض عمليات الشغب التي حدثت في مدرسه الفاروق عمر الثانويه في اللجنه رقم 2 حيث وقع اشتباك بالايدي بين طالبين داخل اللجنه بعد تسليم اوراق الاجابه بفتره قصيره لكن المراقبين تمكنوا من التدخل وانهاء هذه المشده والتشابك بالايدي. ايضا تم عمل حاله غش وتحرير حاله غش بالنسبه لطالب داخل نفس اللجنه وتم سحب ورقه الاجابه وعمل محضر غش له. نعم ننتقل الى الموضوع الخاص بتشغيل واستثمار طاقات الشباب في الصيف يسري والخطه التي اعتمدها محافظ الاسماعيليه، هل لك ان تعطينا معلومات اوفى عن هذا الموضوع؟ نعم احمد بالفعل هذه الخطه هي خطه تقوم على تشغيل واستثمار طاقات الشباب خاصه الطلاب من ابناء المحافظه خلال الاجازه الصيفيه، هذه الخطه ستستهدف هذا الصيف تشغيل نحو 879 طالب وطالبه في قطاعات خاصه تتعلق بالشواطئ وايضا قطاعات تتعلق بعمليات يعني العمل في قصور ومراكز الشباب والرياضه، بالاضافه الى خطه اخرى هذه الخطه هي تستهدف اكثر من 84 ألف طالب وهي تقوم على استغلال هؤلاء الطلاب في ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية داخل مختلف المدارس. لكن يسري هل هذه يعني هل يكون لهذه الأعمال مردود مالي على هؤلاء الطلاب المشاركين أم فقط هي يعني استيعاب لهم أثناء فترة الصيف ليس أكثر يعني؟ بالفعل احمد المردود المالي يكون بالنسبه للطلاب او الذين سيتم تشغيلهم وهم يصل عددهم الى 879 طالب وطالبه، اما بقيه الطلاب الذين سيشتركون في الانشطه الثقافيه والرياضيه فلا يوجد لهم مردود مالي. محافظه الاسماعيليه رصدت نحو 294 الف جنيه لخطه تشغيل الشباب ومن المتوقع يعني ان تتم هذه الخطه على نحو 6 دفعات ستتم على خلال اشهر الاجازه الصيفيه. شكرا جزيلا الصحفي يسري محمد كنت معنا من الاسماعيليه. ننتقل الى اسوان حيث شكا معظم طلاب المرحله الثانيه من الثانويه العامه بالمحافظه من صعوبه امتحان اللغه الانجليزيه حيث اكد الطلاب على طول الامتحان وقصر الوقت، ومن ناحيه اخرى طالب اعضاء الاتحاد النوبي ولجنه المتابعه باسوان بضروره تمثيل ابناء النوبه في الجمعيه التاسيسيه للدستور. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء الاتحاد النوبي ولجنة المتابعة. من جانبه قرر ائتلاف شباب الثورة بأسوان ترك حرية الاختيار لأعضائه بالتصويت في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية أو مقاطعتها. كما ناشد ائتلاف شباب الثورة بأسوان كل القوى الوطنية وكافة قوى الثورة بتبني حالة الشاب محمود محمد أمين والعمل على إقناع المجلس العسكري بسرعة الإفراج عنه لحالته الصحية. ينضم إلينا من أسوان الصحفي علي توفيق. علي دعنا نبدأ بالوضع بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة، ما هو علي؟ نعم عدد كبير من طلاب المرحلة الثانوية الثانية بالمرحلة العامة تكون صعوبة الامتحانات، الطلاب اضطروا إلى البقاء لمدة 3 ساعات داخل لجان الامتحانات وهو الوقت المحدد للامتحانات بسبب طول الامتحان بخلاف امتحان اللغة العربية الذي خرجوا قبل الوقت المحدد. بعض الطلاب أكدوا أن نيتهم هو الحصول على درجة النجاح في مادة الإنجليزي بسبب صعوباته الكبيرة. الطلاب أشاروا لأن أصعب جزئيات الامتحان كانت في قطعتي الفهم والترجمة. البعض أيضا قال أن الامتحان لم يأتي من نماذج الوزارة كما كانوا يتوقعون. نعم لم تحدث أي أمور تعكر من صفو الأمن بخصوص امتحانات الثانوية العامة علي في أسوان؟
بالفعل لم تحدث اي امور تعكر الصف الثانويه العامه في اسوان، ولكن الطلاب خاصه الفتاه كانوا يكون بشده بسبب صعوبه هذا الامتحان داخل المدارس. واضح انها شكوى عامه علي، لان في محافظات اخرى اشتكت من هذا الامر. دعني انتقل بك علي الى المؤتمر الصحفي الذي عقد بعض اعضاء الاتحاد النوبي، تحديدا ماذا يريدون وماذا طالبوا في هذا المؤتمر؟ بماذا طلبوا في هذا المؤتمر علي؟ نعم، أعضاء الاتحاد النوبي ولجنة الشباب أسوان طلبوا بأن يكون لهم ممثل من أبناء النوبة في الجمعية التأسيسية للدستور، وعدم إقصائهم كما حدث في التشكيل السابق لهذه الجمعية. المشاركون في المؤتمر أكدوا أنهم قطاع أصيل من الشعب المصري ولهم هوية وثقافة مختلفة، ويجب تمثيلهم وعدم تهميشهم. المشاركون أكدوا أيضا أنه يجب أن يكون للنوبة ممثل صريح في الجمعية التأسيسية ولا يأتي تحت عباءة أي حزب قوى سياسية أو شخصية عامة، ولكن يجب ان يكون هناك بند صريح يحدد ممثل للنوبه في الجمعيه التاسيسيه. الاتحاد ارسل اسماء ثلاث شخصيات في المره السابقه في الجمعيه التاسيسيه وتم استبعاد الثلاث شخصيات، ولكن هذه المره تم الاتحاد النوبي ارسل اسم شخص واحد يكون ممثل للنوبه وهي دكتور منال الطيبي، ولكن هناك مخاوف لدى النوبيين من ان يتم استبعادها هي الاخرى كما حدث في المره السابقه. ابقى علي معي لنشاهد جزء من مؤتمر اعضاء الاتحاد النوبي ولجنه المتابعه بخصوص الجمعيه التاسيسيه للدستور. في قاهرة المعز لماذا نحن تقصدنا دائما انكار منكم اننا مصريون؟ نحن اصل مصر ونحن جزء اصيل من مصر، اما اذا انتم قاصدون متعمدون ذلك، انا كمسؤول في الاتحاد النوبي العام وكأحد الخادمين لأهل النوبة ومن لجنة السياسة والتنظيم سعد مع كل هويات أبناء النوبة بكل قراها من أحصاء إلى أحصاء، سأقدمها للسيد حسن محمد حسن مدير الأمن. إذا طالما يا سيدي أنتم لا تعترفون بنا طيفا من أطياف مصر ولا تضعوننا في حساباتكم ولا أنتم من الحرية والعدالة الذي أنا أصفهم دائما بالحزب الوطني، بس ولكن في جلباب ومسبحة، أكرر في جلباب ومسبحة، إذا أحصيتمونا أنا سأجمع كل هوياتنا شباب النوبة، سأقدمها هدية في كيس أسود دليلا على موت. نعم علي، علي توفيق أعود إليك مرة أخرى. في أسوان وموقف ائتلاف شباب الثورة في أسوان من عدم دعم مرشح بعينه في جولة الإعادة، ما أسباب ذلك علي؟ في الحقيقة أحمد، ائتلاف شباب الثورة أصدر بيان عبر موقع الرسمي على الفيسبوك يؤكد فيه الأعضاء أن لديهم الحرية التامة إما للمشاركة في جولة الإعادة إما للتصويت لصالح الدكتور محمد مرسي أو مقاطعة الانتخابات نهائيا. أما بالنسبة للمرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، فإن ائتلاف شباب الثورة بأسوان لديهم موقف واضح وحاسم، وهو استحالة التصويت لشفيق باعتبارهم رموز النظام السابق، كما أن الائتلاف بينه وبين الفريق شفيق دم الشهداء الثورة. في جميع الحالات البيان أكد أن ائتلاف شباب الثورة سوف يعارض أي رئيس يأتي لحكم مصر إذا لم يلتزم بحماية الثورة وتحقيق أهدافها والقصاص بدماء الشهداء. في البيان انتقد ايضا المجلس العسكري بسبب اخطاء اثناء الفتره الانتقاليه، وانتقد ايضا الاخوان المسلمين بسبب سعيهم الدؤوب للانفراد بالحكم على وفقا لوجهه نظر ائتلاف شباب الثوره. يعني هم دعوا اعضاء ائتلاف شباب الثوره اما للتصويت لمحمد مرسي او المقاطعه التامه للانتخابات الرئاسيه، لكن ماذا عن حاله الشاب محمود محمد امين؟ يعني ارجو ان تعطينا معلومات اكثر او اوفى عن هذا الموضوع علي. نعم، الشاب محمود محمد أمين هو أحد أبناء مركز ضرائب بمحافظة أسوان، وكان يعمل في مصنع ملابس في محافظة القاهرة، وشارك في وقفة احتجاجية مع أهالي المعتقلين أمام النيابة العسكرية في أحداث العباسية، وأصيب بطلقة خرطوش في عينه اليمنى وفقد البصر في هذه العين، كما أصيب بعدة طلقات بخرطوش في الرأس وأثرت على العصب الخامس، واحتاج لإجراء سلسلة من العمليات الجراحية، وبالفعل تم إجراء عمليتين له حتى الآن. الشاب محمود قام بالإضراب عن الطعام داخل السجن منذ 20 يوما، وأضرب أيضا عن المياه منذ 4 أيام، وحالته الصحية تسوء من سيء إلى أسوأ. الائتلاف يناشد القوى السياسية للتدخل لدى النيابة العسكرية إصدار قرار بالعفو عنه بسبب حالته الصحية السيئة.
نعم، شكرا جزيلا علي توفيق، كنت معنا من محافظة أسوان عبر الهاتف. وما زلنا مشاهدين مع محافظات الصعيد. في قنا تحديدا أصدرت حركة شباب السادس من إبريل بالمحافظة بيانا بعنوان مفيش رجوع، وذلك للمطالبة باستكمال أهداف الثورة. هذا وتتواصل الدعاية الانتخابية للمرشحين على مقعد الرئاسة قبيل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية والمقرر أن تجرى يومي السبت والأحد المقبل. وتنضم إلينا من قنا الصحفية هيام الوكيل. هيام، ما هي المطالب التي أوردتها حركة السادس من إبريل في بيانها؟ نعم زميل أحمد، يعني كما ذكرت أن البيان يحمل عنوان مفيش رجوع، يعني كانت يعني مقابل كل كلمة هي كلمة مفيش رجوع. مفيش رجوع للخوف، مفيش رجوع للارتداد، مفيش رجوع للظلم، مفيش رجوع عن تطهير القضاء، مفيش رجوع عن محاسبة قتلة المتظاهرين. نطالب البيان القصاص العادل من قتلة المتظاهرين، نطالب بتطهير القضاء، نطالب بعدم العودة لنظام الظلم والاستبداد مرة أخرى، نطالب بأن كل شخص يعني يقوم بتحديد هدفه خلال هذه الفترة وخلال هذه المرحلة من انتخابات جولة الإعادة المقبلة، بأن يكون هناك موقف من الفريق أحمد شفيق، خاصة وأنه كان شريك في موقعة الجمل. يعني هيام، أفهم من كلامك عن بيان 6 إبريل في قنا أن 6 إبريل في قنا انحازت للمرشح الآخر محمد مرسي، أم ماذا فعلت؟ لم تعلن عن انحيازها لمرشح، ولكنها يعني قالت ان لابد وان يكون هناك موقف حاسم من المرشح احمد فريق دون التصريح بانها تدعم الدكتور محمد مرسي. ربما تلتزم الصمت وربما تشارك بالفعل في الانتخابات، وانما هي تقوم بدور هام جدا خلال هذه الفتره مع شباب ائتلاف الثوره، وهو نوع من التوعيه للاهالي الذين يتم الضحك عليهم بكثير من الكلام والوعود الواهيه التي يعني على حد وصفهم قالوا انها تاتي من وقت لآخر على كثير من يعني يقومون بدعم المرشحين. ولذلك فهم يطالبون باستبعاد واقطاع الفريق احمد شفيق من انتخابات الرئاسه من خلال تطبيق قانون العزل السياسي الذي يمكن ان يتم اعاده الانتخابات مره اخرى بين ال 12 مرشح. طيب، بما اننا نتحدث عن جوله الاعاده، هيام، يعني ما الجديد في الدعايه الانتخابيه للمرشحين في قنا؟ يعني دائما من وقت لآخر خلال هذه الفترة تكون هناك مسيرات لدعم الدكتور محمد مرسي، وهناك مؤتمرات على الصعيد الآخر لأنصار المرشح الفريق أحمد شفيق، خاصة لكثير من كبار القبائل والعائلات بمحافظة قنا، على رأس هذه القبائل اللي هي قبيلتي عرب وهوارة بمحافظة قنا يقومون بدعم الفريق أحمد شفيق. هناك دعوات تكون للأهالي في الدواوين العامة للعائلات بزيارة الكثير من الأسر والعائلات وحثهم على دعم الفريق أحمد شفيق. هناك مسيرات تجوب المحافظة لدعم الدكتور محمد مرسي. من وقت لآخر تحدث بعض المناوشات في المساجد تستخدم كنوع للدعاية، فتحدث مشادات ما بين الخطيب الذي يحث المصلين على انتخاب الدكتور محمد مرسي، ويكون من يتواجد بينهم هو يدعم الفريق أحمد شفيق. فتحدث بعض المناوشات واعتراض على استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية. في نفس السياق تقوم يعني القوى الثورية والسياسية بمحافظة قنا بعقد اجتماعات دورية ودائمة لدعم الفريق لدعم الدكتور محمد مرسي عذرا، وهناك حملات مكثفه لتوعيه الاهالي والمواطنين بخطوره انتخاب الفريق احمد شفيق، وانه في حال توليه الرئاسه سيكون هناك طبعا عواقب وخيمه هم يحذرون منها، ويطالبون بالقصاص من الفريق احمد شفيق كشخص مشارك اساسي في موقعه الجمل التي كان شريك لها، خاصة بعد تصريحاته الجديدة بأنه هناك من يتقدم أو سيقدم من هو الجاني في هذه الموقعة. إذا كان يعلم من البداية من الذين قاموا بذلك ولم يتخذ الإجراءات الحاسمة. شكرا هيام، نوع من الدعاية. شكرا هيام، وضحت الفكرة. هيام الوكيل، كنت معنا من محافظة قنا. ننتقل إلى سيناء، تحديدا محافظة شمال سيناء مشاهدينا، حيث نظم مركز سيزان براوي
للحقوق بمقر حزب الوسط ورشة عمل حول معوقات العمل الحزبي للمرأة في إطار مشروع تأهيل قيادات نسائية للمشاركة في الانتخابات المحلية. من ناحية أخرى، أعلن السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء أنه تم توفير 261 وظيفة من مختلف التخصصات للعمل بجميع مديريات الخدمات في المحافظة. ينضم إلينا من شمال سيناء الصحفي ماهر إسماعيل. ماهر، أطلعنا على فعاليات ورشة العمل التي أقامها مركز سيزا نبراوي للحقوق. نعم زميلي، لقد نظم مركز سيزا نبراوي للحقوق بالتنسيق مع حزب الوسط بشمال سيناء ورشة عمل حول معوقات العمل الحزبي للمرأة بشمال سيناء في إطار مشروع تأهيل قيادات نسائية للمشاركة في الانتخابات المحلية. وحضر ورشة العمل عشرات السيدات والفتيات من مختلف التيارات والأحزاب السياسية والأعمار. وأكدت سالي الجبالي مدير مركز سيزا نبراوي للحقوق على ضرورة مشاركة المرأة السينوية في الأحزاب المختلفة وهي الطريق الشرعي للممارسة السياسية رغم الصعوبات التي تواجهها، وأشارت لأن دور المركز هو تأهيل السيدات ثقافيا وسياسيا للمشاركة الفعالة وتفوق مراكز سيادية في المجتمع بالتعاون مع الأحزاب المختلفة ومنظمات المجتمع المدني. وأعلنت عن تأسيس المرصد النسائي المصري بالتعاون مع بعض النشاطات السياسيات من المحافظة بهدف حشد قادة الرأي في المجتمع لإزالة المعوقات التي تواجه السيدات في الحياة السياسية ورصد أي انتهاكات قد تتعرض لها خلال مشاركتها السياسية. وكذلك أضاف الدكتور محمد رجب أمين حزب الوسط بشمال سيناء أن على المرأة أن تثبت كفاءتها لتبوأ المناصب السياسية لكون الكفاءة هي المعيار الوحيد. لذلك في الوقت الذي طلبت فيه الإعلامية أميرة شاشع بوجود تشريعات تضمن المرأة المشاركة في المجالس المختلفة وتغيير ثقافة المجتمع تجاهها وخاصة في المجتمعات التي يعني ماهر، ماذا بعد هذا الاجتماع ورشة العمل؟ هل هناك إجراءات ستتخذ أخرى لتفعيل دور المرأة في شمال سيناء بغرض المشاركة مثلا في انتخابات المحليات القادمة؟ هي الآن كل ما يحدث في عملية تثقيف وتوعية للسيدات والفتيات بدورهن في غمار في خوض غمار الحياة السياسية وكيفية خوض تلك الغمار على أن تكون الكفاءة هي المعيار الوحيد لهم للمشاركة السياسية وإثبات وجودهن في المجتمع كعنصر هام في المجتمع ويعتبروا نصف المجتمع. لا، وعليهم لا. ان يثبتوا انهم الاقدر بالوصول الى المواقع القياديه بغض النظر عن وجود تشريعات خاصه كالكوتا، حيث رفض كثيرا من الشباب ان تكون هناك كوتا للمراه، خاصه انه لابد ان تعتمد على الصندوق وتعتمد على كفتها. ماهر، يعني اتضح الموضوع، لكن دعنا نذهب الى موضوع اخر. الوظائف التي أعلن عنها سكرتير عام المحافظة، ما هي ولمن ستوجه؟ يعني هذه الوظائف هي وظائف أعلن عنها من مديرية التنظيم والإدارة في كافة التخصصات ولجميع المديريات الخدمات، وجاءت بعد حصر احتياجات مديريات الخدمات من الوظائف وإرسال خطاب بذلك إلى التنظيم والإدارة الذي تمكن من الحصول على المنفقة واعتمادات مالية لشغل تلك الوظائف، وسيتم الإعلان خلال الأسبوع القادم عن تلك الوظائف إلى مختلف التخصصات ومختلف الوظائف التي تحتاجها المديريات الخدمات في المحافظة. شكرا جزيلا الصحفي ماهر إسماعيل، كنت معنا من شمال سيناء. وننتقل إلى جنوب سيناء، حيث قام المحافظ اللواء خالد فودة بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، مشيدا بتأمين اللجان من قبل قوات الشرطة. ولم تتلقى غرفة عمليات المحافظة أي شكاوى من الطلبة أو أولياء الأمور. من ناحية أخرى، نظم العشرات من موظفي الكهرباء إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على عدم مساواتهم مع موظفي مدن القناة. ننتقل إلى محافظة أخرى وهي محافظة أسيوط، حيث وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة على إقامة 11 مصنعا ومشروعا جديدا بتكلفة استثمارية تقدر بما يقرب من 24 مليون جنيه، توفر ما يقرب من 200 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة. كما تم الإعلان عن افتتاح أول مستشفى لعلاج الكبد بجامعة أسيوط، وذلك بعد غد الأربعاء بتكلفة تقدر ب 130 مليون جنيه. ينضم إلينا من أسيوط الصحفي يونس درويش. يونس، ما هي مجالات عمل المصانع التي وافق عليها مجلس إدارة المناطق الصناعية وافق على إنشائها؟
نعم زميل أحمد، قبل الحديث عن المناطق الصناعية أذكرك الآن أصدرت محكمة جنح ثاني مستأنف أسيوط حكمها بالتنحي عن قضية اتهام ثلاثة من ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط تعدي على المحامين أثناء ثورة 25 يناير، وذلك لاستشعار الحرج من هيئة المحكمة ووجود صلة قرابة بين هيئة المحكمة وبين أحد المحامين، الأمر الذي دعاها إلى التنحي عن القرار ونقل القضية إلى دائرة أخرى. ده معناه أن القضية ستبدأ يعني من الصفر لكن أمام دائرة أخرى يونس. نعم. ننتقل إلى سؤالي الذي طرحته عليك قبل هذا الموضوع، وهو الخاص بالمصانع التي قد تم الموافقة على إنشائها في المناطق في المنطقة الصناعية بأسيوط يونس. بعد اجتماع اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط مع مجلس إدارة المنطقة المناطق الصناعية وجمعية المستثمرين في أسيوط، بعد اجتماع المحافظ برئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي والذي وافق على دعم المناطق الصناعية في أسيوط في المنطقة الصناعية بعرب العوامر والمنطقة الصناعية بالزرابي والمنطقة الصناعية ببني غالب والمنطقة الصناعية في مركز بيروت بدعمها بعدد من المصانع، وذلك لجذب العمالة، وهذه المصانع تعمل في مجال الأغذية وفي مجال صناعة الورق وفي مجال صناعة المواد البلاستيكية. نعم، دعنا ننتقل إلى موضوع لا يقل أهمية عن الموضوع الأول، والخاص بإنشاء أول مستشفى لعلاج أمراض الكبد. يونس، يعني أعطينا تفاصيل أكثر عن هذه المستشفى، ومن الذي يقوم على تمويلها بشكل أو بآخر، هل هي الدولة أم جهات أخرى؟ بعد تعطل مستشفى الأورام مع جنوب مصر الأورام والذي يخدم محافظات الصعيد من المنيا وحتى أسوان، وتعطل الأجهزة والذي أنشأ منذ أكثر من 50 عاما، انتهت جامعة أسيوط من الانتهاء من مستشفى الكبد والأورام والذي يخدم أيضا محافظات من المنيا وحتى محافظة أسوان. أكد الدكتور حسين الأمين نائب مدير المستشفى والمشرف على هذا المستشفى أن تكلفة المستشفى أكثر من 130 مليون جنيه ببالغ 200 سرير، ويقوم بعد غد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية وزير التعليم العالي ووزير الصحة ومحافظ أسيوط ورئيس الجامعة بافتتاح المستشفى، وذلك لخدمة أبناء محافظات الصعيد كما ذكرت لك. ويعتبر هذا المستشفى الفريد من نوعه، الذي دعم هذا المستشفى بمبلغ 50 مليون جنيه مؤسسة الرادحي للمملكة العربية السعودية وعدد من رجال الأعمال ومحافظة أسيوط، وذلك وتم الانتهاء من تجهيز المستشفى بكافة جميع الأجهزة الطبية، ولذلك سوف يتم افتتاحه. شكرا جزيلا يونس درويش، كنت معنا من أسيوط. وننتقل بكم مشاهدينا إلى المنيا، حيث شهد عدد كبير من محطات الوقود عدة مشاجرات بين أصحاب السيارات، وذلك بسبب أسبقية الحصول على البنزين رغم التواجد الأمني داخل هذه المحطات. ينضم إلينا من المنيا الصحفي حسن عبد الغفار. حسن، كيف هو الوضع الآن لديك فيما يخص أزمة البنزين؟ بالفعل أزمة البنزين في محافظة المنيا ما زالت مستمرة بل تتفاقم يوما عن يوم في ظل غياب الرقابة الفعالة على محطات الوقود والسائقين والسوق السوداء. البنزين والسولار متوافر بشكل كبير جدا في السوق السوداء بينما يختفي بشكل أوضح في المحطات المدعومة بالوقود. اليوم شهدت عدد كبير من المحطات بمختلف مراكز محافظة المنيا عدة مشاجرات بين السائقين وبعضهم البعض وبين السائقين وأصحاب المحطات داخل المحطات التي كانت لا يضخ بها كميات من البنزين في فترة الصباح، وعندما فوجئ السائقين وأصحاب السيارات بهذه المحطات تعمل اليوم تسابق الجميع داخل هذه المحطات للحصول على البنزين، إلا أن هذه
هذا التسابق جعل عدد كبير من السيارات يتكدس خلف بعضه البعض، مما ادى الى وقوع العديد من المشاجرات. هذه المشكله اثرت بشكل كبير على ري الاراضي الزراعيه بالمحافظه، ودفعت اصحاب الالات الزراعيه والات رفع المياه الى رفع المبلغ المالي المخصص لري الفدان او حرسه، مما اجبر المزارعين وجعلهم يضطرون الى محاوله توفير السولار لهذه الالات من اجل العمل حتى يعني حسن افهم ان المشكله لم تؤثر على يعني على المرور فقط، لكن اثرت ايضا على بعض الامور الاخرى في حياه المواطن المنياوي. لكن يبقى السؤال حسن، يعني ماذا فعل المسؤولون في المحافظه لحل هذه المشكله؟ الأزمة في محافظة المنيا منذ عدة شهور، تعدت يعني داخلت سنة. هذا العام لم يتدخل المسؤولين بأي شكل من الأشكال في حل هذه الأزمة. المسؤولين بالفعل يتفرجون على المواطنين وعلى ازدحام السيارات واختناق المرور وآلام المزارعين في الحصول على البنزين، وكانت هناك عدة قرارات، منها منع الجراكن من دخول هذه المحطات وتوفير كميات من السولار للمزارعين في المحطات في محطات الرصيف في أيام موسم حصاد القمح، إلا أن كل ذلك اختفى، ونحن نرى الآن الجراكن في المحطات ونرى الآن المشاجرات والبلطجية داخل هذه المحطات. وبالطبع يعني حسن مما ذكرته لا تتوقع حل قريب لمشكلة البنزين والسولر في المنيا قريبا يعني؟ والله هذا ليس كلامي وإنما كلام نواب مجلس الشعب والشورى، والوضع الراهن الذي تعيشه المحافظة لا يؤكد بأي حال من الأحوال أن الأزمة في طريقها إلى الحل أو أنها تحتاج إلى يوم أو اثنين، بل هذه الأزمة في علم الغيب في حلها وخاصة نعم. في محافظة المنيا. شكرا جزيلا حسن عبد الغفار، كنت معنا من المنيا. ننتقل بكم إلى البحر الأحمر، حيث شكى طلاب وطالبات الثانوية العامة المرحلة الثانية من صعوبة بعض أسئلة مادة اللغة الإنجليزية، وأكد العديد منهم على طول الأسئلة وضيق الوقت. وفي الوقت نفسه تصاعدت أزمة المعتصمين بشركة مجاويش للبترول التابعة للهيئة العامة للبترول بعد دخول الاعتصام يومه العاشر دون إيجاد حل حقيقي لمطالبهم. ينضم إلينا من البحر الأحمر الصحفي كمال رشاد. كمال، كيف هو الحال فيما يخص امتحانات الثانوية العامة والشكوى من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية؟ في الحقيقة زميلي أحمد، علامات الغضب ارتسمت على وجوه معظم طلاب وطالبات المرحلة الثانية عقب أدائهم اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية، حيث أكد عدد من الطلاب أمام مدرسة حسن كامل الثانوية وكذلك الطالبات أمام مدرسة الثانوية للبنات بالغردقة، أكدوا أن أسئلة الامتحانات جاءت طويلة وتطلب وقتا لحلها أكثر من الوقت المحدد. أيضا شكوا من سؤال القطعة وكذلك الترجمة وأشاروا إلى صعوبتها، ومنهم من قال لم أتوقع هذه الأسئلة التي تتطلب مستوى أعلى من الطالب المتوسط. من جهة أحمد، أكد أحمد حمودة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر بأن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقى أي شكاوى أو ظهور أي حالات غش على مستوى لجان المحافظة. أيضا شهدت اللجان تجديدات أمنية أمام معظم اللجان العشر المنتشرة في ربوع محافظة البحر الأحمر، لكن لم تشهد المحافظة أي أمور خاصة بالأمن يعني تشوب عملية الامتحانات أو تعكر من صفو الحالة الأمنية أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة في المحافظة كمال؟ نعم، لا توجد أي شيء، أي محضر، أي شكوى، الأمور كانت طبيعية وكانت تسير وفق السير الطبيعي، والطلاب ذهبوا عقب الامتحان إلى دروسهم ومنهم من ذهب إلى منازلهم. ما الجديد في أزمة عمال مجاويش كمال؟ في الحقيقة تصاعدت أزمة العاملين بشركة مجاويش للبترول بموقع عش الملاحة شمال مدينة الغردقة التي دخلت يومها العاشر حتى الآن كما ذكرت، تصاعدت بتضامن لجنة الحريات بنقابة المحامين للمعتصمين بعد أن زاروهم في الموقع وأكدوا على مساندتهم في رفع قضايا ضد المتورطين في المخالفات المالية والإدارية بفرع الشركة بالغردقة، ومطالبتهم أيضا طلبوا العاملين بإنشاء نقابة مستقلة تبحث عن حل مطالبهم. أيضا التقى أحمد وفد يمثلهم مع رئيس جنوب القبضة الجهة المشرفة على الشركة والذي وعدهم بحل مطالبهم خلال 3 أيام،
وهو ما ادى الى موافقه العاملين بعوده عمليات شحن جزئي للبترول بعد ان كانت عمليات الشحن متوقفه تماما. اهم المطالب في عجاله هي يعني اشكرك شكرا جزيلا كمال للحقيقه، يعني المطالب قد ذكرناها من قبل في جولات أخرى. ننتقل بكم مشاهدينا، أو أشكر مبدئيا كمال رشاد الصحفي كان معنا من البحر الأحمر، وأنتقل بكم إلى دمياط حيث صرح المستشار وليد ندى المستشار في مجلس الدولة وأحد مقيمي دعوى نقل مقر مجلس الدولة من المنصورة إلى دمياط أنه قد صدر قرارا بنقل مقر محاكم مجلس الدولة من المنصورة إلى مقرها الجديد برأس البر اعتبارا من أول يوليو 2012. معنا على الهاتف الصحفي عماد الشاذلي. عماد، ما هي حيث الدعوة التي أدت إلى الوصول لهذا القرار؟ يا أحمد، حيثيات الدعوة هو المعاناة التي يلاقيها مواطنو محافظة دمياط ومحافظة بورسعيد في التوجه إلى محافظة البقهلية لرفع دعوة قضائية أمام محكمة القضاء بالمنصورة، وهو ما دعا إلى صدور قرار بنقل محاكم مجلس الدولة من المنصورة إلى مقرها الجديد برأس البر اعتبارا من أول يوليو 2012. كان عدد من مستشاري مجلس الدولة وعلى رأسهم المستشار سمير بهي وكيل نادي القضاة لمجلس الدولة قد أقام دعوة قضائية في محكمة رأس البر لمحاكم مجلس الدولة لخدمة أبناء محافظتي دمياط وبورسعيد. أحمد أن أبناء هاتين المحافظتين يضطرون للذهاب إلى محافظة البقهلية لنظر دعواهم على المحاكم مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإداري بالمنصورة. نعم، شكرا عماد الشاذلي، كنت معنا من دمياط. وننهي مشاهدينا هذه الجولة من الأقصر حيث أعرب عدد كبير من الطلاب بالمرحلة الثانية من الثانوية العامة بالمحافظة عن استيائهم لطول بعض الأسئلة في امتحانات مادة اللغة الإنجليزية. ومن ناحية أخرى ألقت شرطة الأقصر القبض على اثنين من المتهمين الثلاثة في أحداث نجع الرافعة بقرية البغدادي جنوب الأقصر والتي أسفرت عن إصابة شرطي وسبعة من شبان القرية. ومعنا من الأقصر حجاج سلامة. حجاج، كيف هو الوضع فيما يخص امتحانات المرحلة الثانية من الثانوية العامة وصعوبة مادة اللغة الإنجليزية؟ امتحانات المرحلة الثانية اليوم كان هناك تباين في آراء الطلاب حول صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية. البعض رآه مناسبا لهم وأنهم استطاعوا أن يجيبوا عليه بسهولة. البعض الآخر رأى أن فيه إطالة في الأسئلة وفيه أجزاء كثيرة احتاج منهم وقتا اطول للاجابه عنه. نعم. لم يتفق الطلاب على صعوبه الامتحان او سهولته. نعم. يعني كل منهم له رايه في هذا الامر. اخيرا حجاج، ما هي تفاصيل القبض على المتهمين في احداث العنف بقريه البغدادي؟ بالفعل وانهاء للمشكله او الاحداث التي كانت قد شهدتها قريه البغدادي، تمكنت قوه اشرف عليها اللواء احمد ضيف مدير امن الاقصر وقابها اللواء محمود حسني نائب مدير امن الاقصر من القبض على اثنين من المتورطين في تلك الاحداث والتي بدات بمحاولتهم الاستيلاء على ملاعب مركز شباب قريه الرواقع في البغدادي جنوب الاقصر وتصدى لهم الاهالي. الاحداث كانت قد اضطرت عن اصابه سبعه مواطنين بجانب شرطي. انتهت تلك الاحداث وعاد الهدوء الى القريه بعد ان تم بالفعل اقامه سور حول ملاعب مركز شباب القريه والقبض على اثنين من المتورطين في تلك الاحداث واحالتهم الى النيابه حيث يخضعون للتحقيق الان. شكرا حجاج سلامه، كنت معنا من الاقصر. ومن الاقصر مشاهدينا نكون قد انتهينا من جوله اخبار المحافظات لهذا اليوم. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.